القصر الرئاسي الجديد بالمعمورة، والذي تحدث عنه الفنان ورجل الأعمال محمد علي في أحد مقاطع المصورة، وكشف خلاله أن تكلفة إنشائه تجاوزت 250 مليون جنيه، وأنه تم بدء العمل به في يناير 2016 وتم إجراء تعديلات فيه بطلب من السيدة انتصار زوجة عبد الفتاح السيسي. الصور التي حصلت عليها الجزيرة مباشر تكشف احتواء القصر على 30 غرفة متنوعة، فضلا عن 20 دورة مياه وتغيير ملابس، فضلا عن عدة حمامات سباحة وصالتين للألعاب الرياضية. يأتي هذا فيما نشر المدون والفنان المصري عبد الله الشريف مقاطع مصورة قال إنها من قصر العالمين الرئاسي. السجاد والنجف، احنا بنعمل خرسانات والتشطيبات. للحديث حول تطورات المشهد المصري نرحب بضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور عصام عبد الشافي استاذ العلوم السياسي. اهلا بك دكتور عصام. يعني هذه الصور الحصريه لاستراحه المعموره او قصر الرئاسي المعموره الذي تحدث عنه محمد علي وايضا تحدث عنه الاعلام المصري بشكل مكثف الفتره الماضيه، تعليق حضرتك على هذه الصور الحصريه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك وتحية لكل المشاهدين. أولا التعليق يمكن أن يسير في عدة مسارات. المسار الأول هو تأكيد ما جاء في التسجيلات التي نشرها الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، وبالتالي تأكيد كل التهم وصور الفساد التي ارتكبها النظام عبد الفتاح السيسي. هذا جانب من الجوانب الأساسية. الجانب الآخر شديد الأهمية في التعليق على هذه الصور أن هناك الكثيرون من الذين يستخدمهم عبد الفتاح السيسي أو يقوم بالاستفادة من جهودهم قد انقلبوا عليه الآن، وأصبح هناك كثيرون من المواطنين العاملين في الأجهزة الأمنية وفي القوات المسلحة رافضون لبقاء عبد الفتاح السيسي، وبالتالي يؤكدون ما ذهب إليه محمد علي. وبالتالي نحن أمام مشهدين أو علامتين فارقتين. العلامة الأولى أو المشهد الأول هو هذا الكم الكبير من الفساد الذي يقوم به عبد الفتاح السيسي، رغم كل الصور التي كان يتحدث بها من خلال التأكيد على أن مصر دولة فقيرة، على أن مصر دولة لا يستطيع أن يفي باحتياجات مواطنيها، على أن الدولة يعني شعب من أمة من العوز، أمة من الفقر، أمة من الاحتياج، ثم تأتي هذه التسريبات لتسقط هذه الأسطورة في الوقت الذي تؤكد كل البيانات الرسمية أن هناك 106 مليار دولار ديون خارجية، وأن هناك ما يقرب من 250 مليار دولار ديون داخلية. هذا جانب.
الجانب الآخر هو فكرة الاختراق داخل المؤسسة الأمنية، المؤسسات طب الأمنية دعنا في والعسكرية. الجانب الأول دكتور عصام، يعني يعني لو تحدثنا عن قصر المعمورة، لأن ما نعرضه هي صور حصرية للجزيرة مباشرة عن قصر المعمورة أو استراحة المعمورة. الإعلام المصري تحدث على أن كانت هناك محاولة اغتيال لعبد الفتاح السيسي، وهو ما أدى إلى بناء هذا القصر وهذه الاستراحة بهذا الشكل حماية له. ألا يستحق رئيس مصر أن يكون له مكانا مميزا في الأسكندرية يقضي فيه عطلته، وأيضا يتابع الشأن المصري الداخلي؟ ألا يعتبر هذا حق من حقوقه؟ لا، الكلام بالأساس مغلوط، وفيه الكثير من صور التضليل والأكاذيب، لأنه أبسط باحث مبتدئ في الصحافة الاستقصائية يمكن أن يقوم بعملية بحث دقيق باستخدام أبسط البرامج التقنية للتأكد من دقة الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المصرية حول الاستراحة، وحول عملية الاستهداف، وحول تاريخ الاستهداف، وحول الشخصيات التي حاولت استهداف عبد الفتاح السيسي، لينقض بالمطلق كل الاتهامات وكل عمليات الكذب والتدليس التي أزعاها الإعلام المصري خلال المرحلة الماضية. وأعتقد أن يعني الفكرة أن يتم الكشف الآن بعد مرور 4 سنوات عن هذه المحاولة، ثم يتم الإتيان بشخصين يعترفان أمام وسائل الإعلام في هذه المرحلة، هو تأكيد لمثل هذه الممارسات التضليلية. الحديث عن أن الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية لا يجب أن يكون له أماكن آمنة، هذا طبيعي ومنطقي، ولكن من المنطقي أيضا والطبيعي أن هناك بالفعل عدد كبير من الاستراحات التي تحدث عنها في خطاب شهير وتداولته وسائل الإعلام مؤخرا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، على أن هناك عشرات الاستراحات المؤمنة التي تتبع تشرف عليها مباشرة الأجهزة الأمنية، وتشرف عليها مباشرة على بعضها أو الكثير منها عدد كبير من المؤسسات العسكرية. وبالتالي في هذه المرحلة ليس هناك مبرر بالمطلق للتوسع في إنشاء مثل هذه القصور. كان من المنطقي والمقبول أن يخرج عبد الفتاح السيسي بنفسه لينفي هذا، ولكن خرج عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الذي نظمه خصوصا لهذا الأمر ليؤكد أنه يبني بالفعل وأنه سيستمر في هذا البناء. وبالتالي الإشكالية أو الهدف الرئيسي هنا هو إسقاط صورة عبد الفتاح السيسي عندما يتحدث عن الفقر، عن الشرف، عن الصدق، عن الأمان. البعد الاقتصادي هام. دعنا نشرك معنا السيد شريف عثمان الخبير الاقتصادي عبر سكايب من واشنطن. سيد شريف، يعني إذا كان المعمورة كما قال محمد علي تجاوزت 250 مليون، وإذا كان القصر الرئاسي الذي انفردت به أيضا الجزيرة في العاصمة الإدارية الجديدة تكلفة إنشاء طابق واحد فقط قرابة المليار جنيه، كيف نقيم هذه الأرقام مع الوضع الاقتصادي المصري الحالي سواء الديون الخارجية أو الداخلية؟ الحقيقة أن ما تحدثت عنه حضرتك هو يعني بالتأكيد هو لب المشكلة، فيعني قد يتوقع البعض وقد يقبل البعض وقد يدافع بعض المؤيدين للرئيس المصري عن بناء القصور لأسباب أو بدون أسباب، ولكن المشكلة أن بناء هذه القصور تم في وقت هو نفسه قال لنا أننا دولة فقيرة جدا، وبالفعل كنا نعاني من ظروف اقتصادية صعبة جدا، فاضطررنا لتعويم الجنيه، واضطررنا لرفع الدعم عن الوقود والغاز والكهرباء والماء ورغيف العيش، فارتفعت الأسعار على المواطن المصري وعانى الجميع، ونزل أكثر من 30% من المصريين تحت خط الفقر وفقا لإحصاءات البنك الدولي. يعني خط الفقر اللي حدده البنك الدولي ب 750 جنيه في الشهر اللي هو ضعفه اصلا مش هيعمل حاجه لعائله مصريه او لشاب مصري، ومع ذلك التلت رسميا تحت هذا الخط، وفي وقت ايضا يعني يتم بناء القصور ايضا في وقت يتم فيه الاتجاه نحو بيع شركات القطاع العام وتسريح العماله بها وبيع الاراضي للشركاء من الدول الخليجيه التي يعني تتفق معه في مشروع، فبالتالي يعني جاءت في وقت كل هذه المشاكل الاقتصادية تحيط بمصر، فاضطررنا إلى الدخول في دوامة من الديون الداخلية والخارجية وصلت إلى أكبر مستوياتها في تاريخ الاقتصاد المصري. هل يمكن بعد كل ذلك أن نتحدث عن التوجه نحو بناء قصور في وقت نعاني فيه من كل هذه المشكلات الاقتصادية؟ أضف إلى ذلك أن كل ما يتم بناؤه يتم بعيدا عن أي رقابة محاسبية أو أي دراسات اقتصادية يمكن من خلالها متابعة يعني هل تتم هذه العمليات بصورة صحيحة أو هناك بعض الفساد كما أشار البعض في الفترة الأخيرة.
طيب سيد شريف، لو تحدثنا عن العاصمة الإدارية الجديدة وكانت للجزيرة صور خاصة بها عن القصر الرئاسي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، طبقا للدراسات التي نشرت على وسائل الإعلام المصرية أن العاصمة الإدارية بما فيها القصر الرئاسي لعبد الفتاح السيسي سيوفر 2 مليون وظيفة وسيسكنها قرابة 6 مليون مصري. يعني هذه الأرقام تساوي ما تم دفع الأموال لبناء هذه العاصمة الإدارية بما فيها القصر الرئاسي؟ من سيسكن في العاصمة الإدارية ليس من تحملوا تكلفتها الأكبر كنسبة من مرتباتهم، والطرق التي شقت وتشدق بها أنصار النظام الحالي لن يسير عليها الفقراء المصريين، فهي تؤدي إلى أماكن غير مسموح لهم بدخولها ولا يستطيعون تحمل تكلفتها. ويعني مهما قيل عن توفير فرص وظائف في الوقت الحالي في مشروعات مثل العاصمة الإدارية هو مضلل، لأن يعني هذه النوعية من الوظائف غالبا ما تكون مؤقتة ولا تؤدي إلى أي زيادة في الإنتاج المصري الذي يمكن تصديره وحل مشاكل البلد التي يعني تتركز على عجز ميزان المدفوعات وقلة التصدير وضعف الإيرادات بالعملة الأجنبية. ويعني هو كله يصب في أن هذه المشروعات تعبر عن سوء إدارة وسوء ترتيب للأولويات في لحظة حرجة جدا من لحظات الاقتصاد المصري، ودي نتيجة طبيعية لأي نظام يقول لا تسمعوا كلام أحد غيري وأنا وحدي أعرف ولا نتبع دراسات الجدوى. كل هذه الأفكار تروج أو تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا كالتي نعاني منها وسنعاني منها في الفترة المقبلة. دكتور عصام عبد الشافي، هذه القصور التي بنيت قال عنها عبد الفتاح السيسي هي مش مكتوبة على اسمي، يعني هذه القصور هي قصور رئاسية تملكها مصر وهي وجهة لمصر، ويعني عندما يرحل عبد الفتاح السيسي ستكون لمن يأتي بعده ثم يأتي بعده. فإذا لماذا يتم اتهام عبد الفتاح السيسي بالفساد إذا كانت هذه القصور جميعها مش مكتوبة باسم عبد الفتاح السيسي؟ لا، هو خلينا يعني نؤكد على عدد من الاعتبارات الأساسية. الحديث على أن هذه القصور لمصر وليست قصوري هذا نوع أيضا من أنواع الاستخفاف بعقول الجميع ممن يسمعون أو ممن كانوا حاضرون لهذا المؤتمر. الحديث على أن هذه القصور ليست له، لا بالعكس، الرجل يؤسس لحكم يمتد لأكثر من 30 عاما له ولمن يخلفه من أبنائه، وبالتالي هو يراهن على أنه سيبقى في حكم مصر حتى وفاته، ثم ينتقل الحكم من بعده إلى أحد أبنائه الذين يؤهلهم الآن في المخابرات العامة. هذا جانب. الجانب الآخر، عندما نتحدث عن بناء القصور، ليست قضيتي في بناء القصور، لأن معظم دول العالم تقوم ببناء قصور تعتبرها نوعا من أنواع الرمزيات لحضارتها وقيمها وثقافاتها ونهضاتها الفنية والمعمارية والعلمية، ولكن الإشكاليات دائما ما تكون في دلالات التوقيت، في الظرف الاقتصادي الذي تمر به الدولة، في معدلات الفساد التي تشهدها مثل هذه العمليات، في درجة في مدى وجود مؤسسات رقابية حقيقية تشرف على السلطة التنفيذية التي تقوم بهذه العمليات من عدمه. وبالتالي الإشكالية هنا ليست في قصر يتكلف 250 مليون جنيه أو حتى 250 مليون دولار، الإشكالية هي في هذه الضوابط الأساسية. مصر الآن كما ذكر أستاذنا ضيفك الكريم تتحدث عن 30%، البعض يصل بالرقم إلى 60% تحت خط الفقر في الدولة المصرية إذا ارتفعنا بمعدلات الدخل الطبيعية المتوسطة الدخل على مستوى العالم. نعم. أنت تتحدث الآن عن كم كبير أشرت إليه سابقا من الديون. طيب، أنت تتحدث عن دكتور عصام، أن نعيد على المشاهدين مرة أخرى التقرير الذي يعرض الصور الحصرية للقصر الرئاسي بالمعمورة الذي قال محمد علي أنه تكلف 250 مليون جنيه. شيك قصورك على المزارع بالكتين وعمل إيدينا،
المعالم مكلفه كام؟ 250 مليون طبعا، غير اداره شؤون معنويه والسجاد والنجف، احنا بنعمل خرسانات والتشطيبات. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من إسطنبول المحامي والناشط محمد عادل سليمان. أهلا بك سيد محمد. يعني ما عرضناه صور حصرية للقصر الرئاسي في المعمورة، وهو الأقل حجما يبدو من الصور التي تم تداولها لقصر العاصمة الإدارية الجديدة، التي أيضا أزعتها الجزيرة كصور حصرية، وأيضا ما أذاع اليوتيوبر عبد الله الشريف عن القصر الرئاسي في مدينة العالمين. يعني هذه يعني قصر المعمورة والتكلفة اللي قالها محمد علي 250 مليون، وأكد السيسي أنه بنينا أصول وهنبني أصول، وأيضا الإعلام المصري تحدث عن قصر المعمورة بشكل خاص، وقال إيه المشكلة أن يتبني قصر أو استراحة للرئيس عبد الفتاح السيسي ويكون بهذا الشكل للحفاظ على أمنه وسلامته. كيف تابعت هذا الأمر؟ والله أرى تعليق الإعلاميين التابعين للنظام في فكرة الحفاظ على الأمن محض هراء. الحفاظ على الأمن السيد الرئيس أمر طبعا رئيس مصر سواء كان السيسي أو اللي قبله أو اللي بعده أو أيا كان أي رئيس، أمر مهم وأمر لا خلاف عليه. ولكن هناك فرق بين مش فرق، خلينا نقول بصراحة كده، هل في دراسة جدوى ودراسة أمنية لهذا القصر، أم أنه فقط كما قال السيسي ما عندناش قصور من أيام محمد علي، في إشارة لمحمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، وأن هو بيقارن نفسه بمحمد علي. يعني الراجل بيقارن نفسه بخديوي كان بيحكم مصر لفترة من الفترات، وبيقارن نفسه فقط في القصور، ما بيشوفش الترع، السدود، المجاري المائية، تحسين حالة الصحية، البعثات الدراسية المختلفة. هو فقط بالنسبة له أنه يكون حاكم ومهم والتاريخ يتكلم عنه، فيعمل قصور ومساجد، فأكبر جامع في العاصمة الإدارية، أكبر كنيسة، ودي كمان كم قصر، وأعمل بعد كده كمان كم قصر. فبصراحة يعني التعليق على الموضوع له علاقة باللي بيقوله السيسي نفسه، هي دي رؤيته عن الدولة ورؤيته عن الإصلاح، ودي رؤيته عن فلوس المصريين اللي هم فقراء قوي 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 وغلابة قوي قوي قوي. دي رؤيته عن شخص قعد 10 سنين تلاجته ما فيهاش غير المية، انه دلوقتي لما بقى معاه فلوس فيعمل قصر كبير قوي، ويعمل فيه مطابخ كتير قوي وحمامات كتير قوي وغرف كتير جدا ومساحة خضراء كبيرة جدا تتروي بمية كتيرة جدا، هكذا. يعني حالة من حالات السفة، مش التبذير. يعني في فرق بين انه شخص يكون مبذر وشخص يكون سفيه، عنده قصور كتيرة جدا موجودة في مصر وراح يعمل قصور تانية، وكأنه هذه الأموال دون رقيب ودون حسيب وليست أموال الشعب المصري ولكنها ورث عن أجداده. يعني طيب، سؤالي للأستاذ شريف عثمان، هو خبير اقتصادي معنا من واشنطن. يعني إذا كانت الموازنة العامة للدولة المصرية منذ عام 2014 حتى عام 2019 غير مدرجة فيها بند القصور الرئاسية، هذا يدل أن بناء القصور خارج الموازنة العامة المصرية، فما الضرر إذا كانت هذه الأموال ليست من أموال الموازنة العامة المخصصة للصحة والتعليم وخلاف ذلك؟
يعني الحقيقة أن لا يوجد أي شيء خارج الموازنة. يمكن أن نقول أن هذا الشيء لا يدرجوه في الموازنة، ولكن الموازنة تشمل كل ما يتم إنفاقه، وبالتالي هذا الجزء يؤثر على ما يتبقى من استحقاقات أخرى. وكانت النتيجة الطبيعية كما يعني أشرنا قبل ذلك أن في السنوات الأخيرة تراجع الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي رغم وجود استحقاقات دستورية حددت النسب المطلوب إنفاقها، ولكن نظرا لتورطنا في ديون وتورطنا في نفقات أخرى لا نعرف أين تذهب، كانت النتيجة أن الاستحقاقات هذه لم يتم الوفاء بها، وأيضا لم يتم الوفاء بكامل استحقاقات يعني الإنفاق الاجتماعي الذي كان يفترض أن يعين المواطنين المصريين على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة بعد قرارات صعبة كانت مثل التعويم وضعف الجنيه المصري وانخفاض قيمة مدخولاتهم. وبالتالي يعني التأثير كان مباشرا على صحة وتعليم وبحث علمي يخص المصريين، وفي نفس الوقت على مستويات معيشتهم، ولا يوجد شيء خارج الموازنة المصرية. طيب السؤال الأخير لك سيد شريف، يعني لو لم تسير الأمور على هذا المنوال، يعني هل نستطيع أن نفهم أن الوضع الاقتصادي الحاد جدا داخل المجتمع المصري الآن من غلاء أسعار ومن قلة دخول ومن زيادة الدين ومن الوضع الاقتصادي، هل السبب الرئيسي في هذه القصور أم أن هناك أسباب أخرى وأن القصور سبب من الأسباب؟ بالتأكيد هناك أسباب أخرى، ولكنها مرتبطة أيضا بالسياسات الاقتصادية المطبقة. يعني بالفعل استحوذت القصور المبنية على جزء من الموارد المتاحة للدولة، ولكن هناك أشياء أخرى مثل تقليص دور القطاع الخاص بعد تدخل الدولة ممثلة في القوات المسلحة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وتم إقصاء القطاع الخاص بصورة كبيرة جدا. وطبعا يعني لا نتوقع أن يتم تحسين الاقتصاد المصري بدون دور واضح وقوي للقطاع الخاص وغيره من القطاعات الأخرى. يعني سوء الإدارة وسوء ترتيب الأولويات هو السبب، ويظهر في كثير من القرارات التي يتخذها النظام الحالي، وبناء عليه يعني أتصور أن الحل لن يكون بين يوم وليلة بالتأكيد، وليس مجرد إيقاف للقصور، ولكن لابد من مراجعة كاملة لكافة السياسات ووضع رقابة ومحاسبة على أي جهة تتحكم في المليارات من حقوق المصريين. أشكرك شكرا جزيلا سيد شريف عثمان الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لك. دكتور عصام، يعني الفترة الماضية يعني الإعلام المصري التابع للنظام وما حوله يتحدث بشكل واضح أن استهداف عبد الفتاح السيسي بهذه المعلومات هو استهداف للدولة المصرية، وأن المتربصون بالدولة المصرية يريدون إسقاط مصر من خلال شخص عبد الفتاح السيسي، ما ردك على هذا الكلام؟ الرد واضح وبسيط، أنه دائما ما لابد أن نميز بين مستويين أساسيين، المستوى الأول أو مفهومين أساسيين، وهذا ذكرته في عدد كبير من المداخلات لمن يعرف ألف باء علوم سياسية. المفهوم الأول هو مفهوم الدولة، ومفهوم الدولة يشمل كل عديد من المكونات، يشمل الشعب ويشمل الأرض ويشمل الحكومة ويشمل السيادة والاستقرار ويشمل الاعتراف الخارجي. وبالتالي الدولة قائمة بأركانها بمؤسساتها بسيادتها بأراضيها بأقاليمها بمستويات المختلفة. عبد الفتاح السيسي هو شخص يحكم الدولة في مرحلة ما، وبالتالي يشكل نظاما سياسيا لهذه الدولة، أي أنه فرع وحيد من الفروع الأساسية التي تقوم عليها بنية الدولة. وبالتالي إسقاط هذا الفرع لا يعني إسقاطا للدولة بقدر ما هو إسقاط منظومة فساد واستبداد هيمنت على مقدرات هذه الدولة خلال 6 سنوات ماضية. الحديث الآن على أن إسقاط التشويه عبد الفتاح السيسي لا يأتي تشويها من خلال نشر أكاذيب أو نشر شائعات، ولكن الآن هو أنت تتحدث عن معلومات حقيقية جاءت من قلب هذا النظام، من شخص كان يعمل داخل المنظومة، لديه الكثير من الأوراق، لديه الكثير من المعلومات، لديه الكثير من الشخصيات، من الأماكن، من البيانات التحليلية التي أكدها عبد الفتاح السيسي ولم ينفيها. وبالتالي كان يجب على هذه الوسائل إذا كانت تتحدث عن الوطن وتتحدث عن الدولة وحماية الدولة أن تقف أو تطالب على الأقل بتحويل هذه الاتهامات وفق هذه المعلومات إلى أجهزة إلى أجهزة قضائية للفصل فيها، أو إلى المحاكم للفصل في هذا التنازع على الأقل، أو على الأقل أن يتم أن تدعو إلى تشكيل جهات رقابية مستقلة للكشف في هذه الاتهامات، ولكن أن يتم تمرير هذه المعلومات الموثقة والمؤكدة والتي أكدها عبد الفتاح السيسي نفسه، والتي أكدتها كثير من الصور والتسريبات التي نشرت، حتى الصور، حتى هذا الفيلم التسجيلي الذي نشرتموه الآن يؤكد كل هذه الاتهامات. وبالتالي
الحديث عن إسقاط فاسد لا يعني إسقاط الدولة، بل على العكس إنقاذ هذه الدولة من منظومة الفساد والاستبداد التي تحكمها خلال الست سنوات الماضية. نعم، ابقى معي دكتور عصام لأنه ينضم إلينا عبر الهاتف اليوتيوبر عبد الله الشريف، عبر سكايب. عبد الله الشريف أهلا بك عبد الله. عبد الله، نشرت أنت بالأمس بعض الصور والفيديوهات عن القصر الرئاسي في العلمين، لو تطلعنا على كيفية الحصول على هذه الصور. اهلا مجاهد واهلا بجمهورك، واحب اقول ان انا مجرد بس عندي اكونت على تويتر، انت عارف ان انا ليا فيديوهات على يوتيوب، وكنت نوهت ان انا عندي رقم واتساب، حطيت الرقم وقلت للناس تواصلوا معايا اللي عنده حاجه عايز يقولها، لان انا عارف القمع اللي موجود في مصر، الناس كلها خايفه تتكلم، فحطيت لهم رقم امن علشان تتواصل معايا من خلاله ويبعثوا لي لو حد عنده حاجه يبعثها. أنا عايز أقول لك، أنا من بين آلاف الرسائل وجدت الرسالة دي قدرت سبحان الله، يعني وأنا بقلب في الرسائل كده لقيت الفيديوهات دي، والراجل اللي بعتها بيقول إن هو يعني ضابط مصري وإن هو ضد ما يفعله عبد الفتاح السيسي، وإن هو من الناس المرغمين إن هم يشتغلوا في هذا المكان في القصر الجمهوري والفيلا اللي عرضتها. وبعدها تواصل معايا برضو على نفس الرقم بتاع الواتساب، تواصل معايا حد من المكان اللي بيحتجزوا فيه المتظاهرين الحاليين. عايز اقول لك عدد الرسائل لسه موجوده بالالاف، لسه ما اتفتحتش، واكيد ان شاء الله هنجد ما من بينها يعني برضو يعني اشياء اخرى. طيب عبد الله، كيف تاكدت ان الصور دي حقيقيه وان هي فعلا صور تتعلق بالقصر الرئاسي في العلمين؟ انا طلبت منه ان هو يدخل جوه القصر ويصور لي القصر من جوه ويبين لي ما يثبت ان فعلا ده القصر اللي الكلام كله داير عليه، والراجل فعلا دخل وغامر جدا ان هو صور لي المكتب بتاع السيسي نفسه، وعندي لسه فيديوهات من نفس الضابط لسه ما عرضتهاش، لسه موجوده عندي وان شاء الله ممكن استخدمها يعني فيما بعد، ولكن انا نفسي تاكدت كويس جدا قبل ما انشر ان هي الفيديوهات. وبعد كده في شباب تواصلوا معايا وقالوا لي ان هم فعلا عن طريق القمر الصناعي رصدوا القصر والخمس فيلل اللي موجودين، والفيلا بتاعت بن زايد والفيلا اللي لسه تحت الانشاء بتاعت بن سلمان. طيب عبد الله، انت تم نشر الفيديو بالامس، من الامس لليوم قدرت تشوف ردود الافعال؟ يعني قيمت ردود الافعال على الفيديو؟ والله يا مجاهد، يعني عايز اقول لك انا في العادي الفيديو بتاعي بيعمل مثلا تقريبا 1 مليون مشاهده، الفيديو بتاع القصر بتاع السيسي عامل 1.5 مليون مشاهده في اقل من 24 ساعه، الناس عندها شغف وبتتناقل الفيديو بشكل مش عادي، وحتى على فيسبوك مشاهدات بالملايين للفيديو، ده غير ان الناس اللي أخذت ورفعت الفيديو عندها برضه عامل عندها مشاهدات عالية جدا. وعايز أقولك إن الموضوع مش بس اهتمام مصري على قد ما هو اهتمام عربي، الرسائل اللي بتجيلي من كل وطن العربي، الناس كلها مش راضيها اللي بيحصل، الناس صعبان عليها اللي بيحصل في الشعب المصري، من الناس عم مستبدين بالحكم وعمالين ياكلوا في أقواتهم. نعم، أشكرك الفنان عبد الله الشريف، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. سيد محمد عادل سليمان، يعني ما قاله عبد الله شريف فكرة أن الفيديو أخذ أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، في رأيك إيه الدافع وراء دخول الناس ومشاهدة هذا الفيديو اللي بيتحدث عن قصر رئاسي في مدينة العلمين؟ يمكن ده نفس الدافع اللي خلى صفحة الموقف المصري وغيرها من صفحات تدخل على جوجل إيرث وتجيب مواقع القصور والتغيرات اللي حدثت من 2013 لغاية النهاردة، سواء في الحلمية أو في اسكندرية أو في العلمين أو في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي إثبات ما قاله الفنان والمقاول محمد علي من بذخ واضح فيما يتعلق ببناء القصور لعبد الفتاح السيسي. والنهاردة بنتكلم على صور حية، مش على تطور لصور الأقمار الصناعية اللي بيوضح فيها التغيير، واللي كان واضح بالمناسبة من أرض فاضية، يعني من عمارة قديمة متهالكة لهدد كامل ثم تعمير مرة أخرى، وأصبح واضح حمامات سباحة وواضح مناطق خضراء، ده حصل في الحلمية وفي فيديو بتاع اسكندرية. ولكن النهاردة احنا بنتكلم على فيديوهات واضحة بتوضح الديكورات الداخلية وشكل الصرف وشكل الإضاءة
ومساحة الجناين وكمية الخضرة اللي في الجناين، يعني بتوضح كل هتوضح البذخ وفكرة استسهال الصرف. يعني فيش حد بيصرف كل هذه المصاريف إلا لو كان غير مسؤول عن هذا المال. يعني ما حدش بيعمل قصور كبيرة يقعد فيها كده غير تجار المخدرات والحرامية، مش رؤساء الدول. يعني أمريكا فيها قصر رئاسي واحد، البيت الأبيض. بنتكلم على فرنسا فيها الإليزي، في بنتكلم على يعني عدد القصور الموجودة في مصر تزيد عن عدد القصور الرئاسية الموجودة في الاتحاد الأوروبي كلها. فده حالة من حالات الفوضى والعبث، يعني حالة من حالات اللي كنا بنقرأ عنها في التاريخ، إنه كل ما يجي خديوي جديد أو يجي سلطان جديد فيبني جوامع ويعمل لنفسه قصر علشان يخلد ذكرى. ده يعني راجل التاريخ تجاوزه والحاضر تجاوزه وهو لسه لازال في ذهنه عالق فكرة تشييد القصور وتشييد المساجد والكنائس. نعم. وزي ما قلنا ده ليه علاقة بإنه كل ده خارج إطار المحاسبة، خارج إطار المحاسبة المالية. يعني لا في رقابة على صندوق تحيا مصر، ولا في رقابة على مصروفات وزارة الدفاع بهيئتها اللي هي بقى مش فلوس التسليح اللي مفروض إن هي أمن قومي، ولكن كمان الهيئة الهندسية وغيرها من هيئات الاستثمار اللي بتصرف على الطرق والكباري وهذه القصور اللي بتتم من خلالها. مفيش رقابة، محدش عارف مين بيصرف فين ومين بيصرف ايه. نعم. ومحدش بيحاسب حد. نعم. ويمكن ده واضح في فيديوهات محمد علي، قال له انا والله سرقت منكم 480 مليون، شوف الباقيين سرقوا قد ايه. نعم. ابقى معي سيد محمد. دكتور عصام، يعني عبد الله الشريف بيتحدث على ان ضابط هو اللي سرب له هذه الصور، والجزيره حصلت على صور خاصه بها. هذا السلوك، فكره ان هناك من بين العاملين داخل هذه الاماكن سواء ضباط او مهندسين او يعني انا لا ادري، لكن هذه صور تخرج لنا من داخل هذه الاماكن، على ماذا يعبر هذا الامر؟ اسمح لي في البدايه قبل الاجابه على السؤال احيي الدور الذي يقوم به عبد الله الشريف، لانه للامانه يعني نحن في مثل هذه المراحل في اطار التحولات السياسيه يكون الرهان على الشخصيات التي تتمتع بمصداقيه عامه كمنابر اساسيه للتعبير عن رغبات المواطنين وعن قضاياهم بشكل كبير. هو عبد الله وكثير من المنصات المهمه التي يمكن ان نراهن على دورها في هذه المرحله. الحديث عن الفيديوهات والتسريبات والصور والتسجيلات وغيرها تؤكد على حقيقة واحدة، أن عبد الفتاح السيسي لم يترك أحدا إلا وتضرر منه. هناك منظومات وقطاعات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية وداخل الأجهزة الأمنية وداخل الأجهزة والمؤسسات القضائية تضررت من عبد الفتاح السيسي. هناك عدد كبير من الإعلاميين الذين كانوا هم الأساس الذي امتطاهم عبد الفتاح السيسي ليصعد على أكتافهم ويخلق بهم شعبية زائفة عصف بهم عبد الفتاح السيسي. عندما نتحدث الآن عن بنية مؤسسة عسكرية، أنت تتحدث على الأقل عن 80 قيادة عسكرية تم الإطاحة بها خلال السبع سنوات الماضية على الأقل، منهم ما لا يقل عن 35 قيادة كانت في المجلس العسكري. أنت تتحدث عن تهميش دور مؤسسات بالكامل مثل المخابرات الحربية. أنت تتحدث عن إنشاء وحدات عسكرية جديدة تحت مظلة القوات الانتشار السريع التي يتحدث بيباهي بها عبد الفتاح السيسي في داخل المنظومة العسكرية، تم إنشائها لتكون ذراعا لعبد الفتاح السيسي للعصف بكل مكونات المؤسسة العسكرية. وما إنشاء مثل هذه الوحدات إلا وسيلة من وسائل التنكيل بكل من يعارض عبد الفتاح السيسي سواء من داخل المؤسسة العسكرية أو من خارجها. وبالتالي هذا الغضب المكتوم، أيضا العشرات بل المئات والأرقام كثيرة ومؤكدة بالمعلومات ومنشورة في عدد كبير من الوسائل الإعلامية عن تقارير رسمية عن عدد من تمت الإطاحة بهم من الضباط والجنود من الضباط سواء في المستويات الوسطى أو المستويات الأعلى داخل المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. كل هذا هناك حالة بالفعل تضرر، عدد كبير من المواطنين ومن الجنود ومن الضباط ومن القادة العسكريين أصبحوا يدركون ده يقينا أن بقاء عبد الفتاح السيسي فيه تدمير للدولة المصرية وقدراتها، فيها تدمير لقدرات المؤسسة العسكرية وللشرفاء والمواطنين داخل هذه المؤسسة. ويكفي ما نال المؤسسة العسكرية من تشويه متعمد للصورة الذهنية خلال الست سنوات الماضية، سواء فيما يتعلق بدورها غير المقبول وغير المشروع في اليمن، ثم أو في دورها في التنازل عن تيران وصنافير،
أو عن دورها في الانتهاكات الممنهجة التي تتم في شبه جزيرة سيناء. دكتور عصام، دعنا ننوه على هذا الأمر. الفيديو الذي نشره عبد الله شريف يوم أمس عن انفراده بصور حصرية داخل القصر تم نشره على صفحة الجزيرة مباشر، حقق أكثر من 2 مليون مشاهدة. يعني هذا رقم كبير يدل على أن هناك يعني حب أو ليس حبا يعني، لكن هناك من يريد أن يتابع الأمر عن كثب، ويريد من يعرف الحقيقة. هذا الفيديو تم نشره على صفحة الجزيرة مباشر، الفيديو الذي انفرد به عبد الله الشريف، فنان عبد الله الشريف، حاز على أكثر من 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة. بالعودة لسيد محمد عادل، يعني هناك من يقول أن ما يحدث الآن من المعارضة يتهمكم أنتم المعارضة أنكم تستهدفون الجيش المصري وهو عمود الخيمة في الوطن العربي، وإذا سقط أو حدث له انشقاقات بشكل أو بآخر سيكون الطامة ليس فقط على مصر لكن على المنطقة العربية. ما ردك على هذا الاتهام؟ يعني دول الناس بيحاولوا يقولوا ان احنا حققنا نجاحات احنا ما جيناش جنبها. يعني لاول مره تكون المعارضه المصريه بكل طيفها سواء المدني او الاسلامي خارج المشهد بالمره، ويكون اللي بيحرك المشهد مقاول منشق عن بعد عمله مع الجيش لمده 15 سنه ليفضح فساد الجيش. فهذه الفضايح تحرك الشارع، والشارع يكون متفاعل، فنشوف 2 مليون مشاهدة هنا وملايين المشاهدات لفيديوهات المقاول المنشق عن العمل مع الهيئة الهندسية محمد علي. طيب ده راجل كان شغال مع الهيئة الهندسية، انشق عن الهيئة الهندسية، الشارع متفاعل وبيتحرك، الحكومة تعمل ايه؟ ما تسكتش، تنزل تقبض على حسن نفعة وعلى الدكتور حازم حسني وعلى صديقنا خالد داود، وقبل منهم على مهنور المصري وكمال خليل، كل النشطاء السياسيين اللي موجودين في مصر وكل القادة السياسيين وأصحاب الفكر اللي حتى بيتكلموا عن ضرورة إصلاح النظام وليس عن تغيير النظام أو عن تغيير عبد الفتاح السيسي. طب يا جماعة يعني إزاي أنتوا سبب البهدلة اللي أنتوا فيها دي؟ شاب كان شغال معاكم لمدة 15 سنة وخرج معاه شوية معلومات بفساد بيتكلم عنها. المعارضة المصرية والقوى السياسية المصرية المدنية الموجودة في القاهرة ذنبها إيه؟ عملت ايه؟ الدكتور حسن نفع لما يطلع يتكلم على ضرورة الاصلاح وان احنا ننقذ الدولة قبل انهيارها حصل ايه؟ الدكتور حازم حسني لما يكون جزء من حملة انتخابية لمرشح منافس لعبد الفتاح السيسي في 2018 وهو حق دستوري، قبضته على المرشح وقبضته على الدكتور هشام جنينة وهو لسه موجود دلوقتي بيتكلم تاني، وراجل كتب ستيتس واضح فيه بيقول ان هو اثر الصمت وان هو بيتكلم دلوقتي وبرضه بيتكلم بوجهة نظر اصلاحية بيقبضوا عليه. فالأمر ملتبس، إحنا عندنا فلوس الشعب بتضيع على بناء قصور، فيطلع مقاول ينشق عن هذا الفساد ويتكلم عنه، الناس تتحرك وتتابع الأحداث باستمرار على الأونلاين وتعمل مظاهرات الجمعة اللي فاتت وفي دعوات للتظاهر الجمعة الجاية، نقبض إحنا على أساسة المعتدلين اللي بيتكلموا عن فكر إصلاحي. ده بيخلينا نبص على إيه؟ هذه السلطة، ماذا تريد هذه السلطة؟ هذه السلطة عندنا يعني سيناريو من اتنين بشكل واضح. السيناريو الاول ان هي بتريد تفريغ الشارع من اي قادة محتملين علشان يفضل الـ الـ الحراك ده حراك يعني ملوش راس وملوش رجلين وبيحركوا فقط محمد علي من بره، ويتم الاطاحة بالسيسي بشكل ناعم وخلاص على كده، وبعد الاطاحة بالسيسي ما يكونش هناك في ترابيزة التفاوض، ما يكونش في اطراف ساهموا في الاطاحه بالسيسي غير الشعب اللي هو العامه جمهور المهرجانات اللي بيخاطبهم محمد علي. التصور الثاني ساتي اليك في سيد محمد، لكن بعد ان نعرض هذه الصور. كانت الجزيره مباشر حصلت على صور حصريه عبر الاقمار الصناعيه لقصر السيسي الجديد في العاصمه الاداريه الجديد، وتظهر الصور تطور حركه البناء وتفاصيل القصر الرئاسي المقرر انتقال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليه منتصف عام 2020 طبقا لبيانات حكوميه. فلنشاهد. حصلت الجزيرة مباشر على صور حصرية حديثة بالأقمار الصناعية تظهر ضخامة منشآت ومرافق القصر الرئاسي الجديد الذي يجري بناؤه في العاصمة الإدارية الجديدة.
تظهر الصور أن مساحة مبنى القصر الرئاسي الجديد تقدر بخمسين ألف متر مربع تقريبا. وإذا كانت مساحة البيت الأبيض مقر حكم الرئيس الأمريكي هي 5000 متر مربع، فإن القصر الرئاسي المصري الجديد يماثل حجم البيت الأبيض 10 مرات. أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتصل إلى 2,370,000 متر مربع، يضاف إليها مساحة خارجية خصصت كحرم طريق للمدخل الرئيسي الشرفي للقصر، وتبلغ مساحتها 180,000 متر مربع. وبذلك يصل إجمالي المساحة المخصصة للقصر الجمهوري الجديد إلى 2,550,000 متر مربع، أي ما يعادل 607 أفدنة زراعية تقريبا. أما تكلفة بناء القصر فيمكن احتسابها طبقا لخبراء عقاريين استنادا إلى أقل تكلفة بناء للقصور والفيلات الراقية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ 25,000 جنيه للمتر مربع، ما يعني أن تكلفة الطابق الواحد في القصر الجديد تقدر بمليار و250 مليون جنيه على الأقل. وإذا كانت تكلفة بناء مستشفى مركزي في ريف مصر تساوي 75 مليون جنيه طبقاً لوزارة الصحة، فإن تكلفة الطابق الواحد في القصر الرئاسي الجديد تعادل بناء 16 مستشفىً مركزياً مصر في أمس الحاجة إليها. وإذا علمنا أن تكلفة بناء مدرسة هي 10 ملايين جنيه طبقاً لمصادر حكومية، فإن تكلفة طابق واحد في القصر الجمهوري الجديد يمكن أن تبني 125 مدرسة حكومية في بلد لا تزال نسبة الأمية فيه 25%، ممن يبلغون سن 10 سنوات فأكثر طبقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وينضم إلينا الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة. دكتور أيمن، في هذا التقرير يعني الحديث حول أن طابق واحد فقط من الممكن، ثمن هذا الطابق من الممكن أن يتم بناء 125 مدرسة، هذا الأمر هل هو سوء إدارة أم أنه فساد؟ لا، يعني احنا بنتحدث عن حالة من حالات الفساد الخام المباشر غير المسبوقة ربما في تاريخ الفساد في مصر. نحن لا نتحدث عن فساد مؤسسي ولا فساد فردي، نحن نتحدث عن حالة شرف وحالة جوع للفساد. هذا الذي يحدث شكل من أشكال الانتقام من الشعب المصري، بيمارسه شخص غالبا هو مريض نفسيا، بيشبع رغباته على حساب شعب بالكامل، ويأتي في لحظات ويقف أمام هذا الشعب ويبكي وينوح عن الفقر والعوز، بينما هو يتمتع بكل هذه الثروات وبكل هذه الأموال اللي هي في النهاية أموال الشعب المصري. ميزانية مصر 75% منها ميزانية سيادية، يعني تأتي من ضرائب الناس ومن الجمارك التي يسددها الناس، وبالتالي أعتقد أن من حق الشعب المصري أن يعود اللي على الأقل 75% من أرقام الموازنة العامة اللي الحقيقة بتنفق على الديون وعلى فوائد الديون وعلى المشاريع التي لا نعرف كيف يتم الحساب بشأنها، مثل مشاريع القوات المسلحة وقصور الرئاسية وغيرها من البنود التي ترد رقما واحدا في الموازنة العامة دون أي قدرة على مراقبتها لا برلمانيا ولا رقابة من أجهزة الرقابة الطبيعية. طيب دكتور أيمن، يعني الجزيرة حصلت على صور حصرية للقصر الرئاسي في المعمورة وأيضا القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة، وعبد الله شريف حصل على فيديوهات حصرية للقصر الرئاسي في مدينة العلمين، وهناك يعني أرقام متابعة كبيرة لهذا الأمر. في رأيك يعني لماذا الناس تتابع هذا الأمر عن كثب واهتمام أكثر من متابعتهم مثلا ما حدث في ربعة والنهضة وما حدث في 25 يناير 2014؟ يعني لم يجد هذا الزخم الكبير، يعني كيف نفسر هذا الأمر؟ شوف، طبعا الشعب المصري نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية يمس كثيرا الكلام عن الأموال اللي كانت يعني من حقه أن يستفيد منها وضاعت عليه. وأعتقد تجربتنا في ثورة يناير
خير دليل. يعني بعض الأرقام التي أعلنت عن فساد مبارك أو عن أموال مبارك في الخارج رغم أن بعضها الحقيقة لم يكن دقيق بالدرجة الكافية، كان ليها تأثير في أحداث الثورة أكثر من غيرها من المعلومات التي كشفت عن استبداد مبارك وسجون مبارك والتعذيب في عهد مبارك. الناس بتشغلها الأموال وبتمسها وتمس جيوبها هذه الأرقام التي نهبت منها بغير وجه حق. لهذا المتابعة لهذا الأمر الحقيقة مختلفة ومتزايدة، وهذا أمر طبيعي. لكن كمان خليني أقول لك أن الكلام عن الشأن السياسي والأزمة السياسية والأزمة المجتمعية يعني كلام يبدو وكأنه متكرر وقيل كثيرا، لكن عندما يخرج شخص من داخل البيت نفسه ثم يكشف هذه الحقائق ثم تحدث بعدها يعني موجات متتابعة من الكشف عن هذه التفاصيل، هذا أصاب الشعب المصري بالصدمة وأصاب الشعب المصري بالذهول، وبالتالي كانت المتابعة أكثر من أي شأن آخر من الشؤون التي اعتاد الناس على سماعها بكل أسف، لكن في النهاية هي متكررة يعني. نعم، أشكرك دكتور أيمن نور زعيم حزب الثورة، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. دكتور عصام، هل اهتمام الناس بمتابعة هذه الأموال وهذه القصور الرئاسية أكثر من مثلا ما حدث في 25 يناير 2014 وقتل الناس وما حدث في رمسيس، هل يعطي أولويات للعمل السياسي أن الناس تبحث بشكل أساسي إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي ثم بعد ذلك فكرة الحريات تأتي متأخرة؟ لا، هي فكرة الحريات فكرة أساسية، لأن كل من خرجوا الآن وكل من تحدثوا الآن وكل من تظاهروا الآن يرفضون هذا الاستبداد، يرفضون هذا الفساد، يرفضون معدلات القمع والقهر. ثورة 25 يناير عندما حدثت كان محركها الأساسي مجموعة من الشباب من الطبقة المتوسطة ذوي المؤهلات العليا ولم يكونوا من الطبقات الفقيرة، وبالتالي أنت تتحدث عن الهدف الأساسي أو المعيار الأساسي أو المحرك الأساسي هو التخلص من هذا الفساد، لأن الأمر الآن في خلال هذه المظاهرات التي دعي إليها الجمعة الماضية والجمعة القادمة ارتبط بدرجة كبيرة بمؤشرات فساد، فشل النظام في إنكار التهم التي وجهت إليه، وبالتالي معيار الحرية، معيار النزاهة، معايير الشفافية، القيم التي يجب أن تسود النظام السياسي كلها يجب أن تكون هي لها الأولوية. الحديث عن أن هناك احتياجات اقتصادية حقيقي، ولكن في النهاية هذه المتابعة الحسيسة من جانب المواطنين التي تجاوزت عدة ملايين في أقل من 24 ساعة هي مؤشر حقيقي على أن هذا الشعب أصبح تجاوز كل سياسات القمع والقهر، أصبح حريص كل الحرص على التفاعل مع كل البرامج، مع كل الأدوات، مع كل الآليات التي من شأنها إسقاط هذا النظام وينال من قدراته وفتح ممارساته، وبالتالي الرهان الآن على قدرة المواطنين وقدرة الشعب على الاحتشاد في الميادين في يوم الجمعة القادم لتوصيل الرسالة قوية بأن هذه الملايين ليست فقط على وسائل التواصل الاجتماعي وليست فقط عبر الحسابات اليوتيوب أو غيرها، ولكن هذه الملايين يمكن أن تعبر بإرادتها الحرة في الميادين المصرية وتسعى سعيا لإسقاط هذا النظام. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، وشكرا موصول أيضا للمحامي والناشط محمد عادل سليمان، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من إسطنبول، شكرا جزيلا لكم. ووصلنا نهاية المسائية، أشكركم على طيب المتابعة وأترككم مع الصور الحصرية التي وصلت للجزيرة مباشر عن القصر الرئاسي الجديد بالمعمورة والذي تحدث عنه الفنان ورجل الأعمال محمد علي في أحد مقاطعه، وكشف خلال قالوا أن تكلفة إنشاؤه تجاوزت 250 مليون. وإلى اللقاء. Thank you.
طبعا غير اداره شؤون معنويه والسجاد والنجف، احنا بنعمل خرسانات والتشطيبات.